تفتقد أسواق مدينة الفلوجة إلى المتبضعين استعدادا لشهر رمضان المبارك في ضوء الصعوبات الاقتصادية لسكان المدينة بعد سيطرة القوات الحكومية عليها. والله الموضوع المعيشي أقدر أقول لك الفلوجة الأغلبية هنا ناس كاسبة، يعني ناس كلها على باب الله رزقها يوم بيومه. اي هاي عيشة العالم يعني، وتتحضر هاي ابواب رمضان تعرف انت، على اللحمة على البوتيتاية على الطماطاية، وحياة بسيطة العالم، ابو عربانة ابو بسطة، هيك العالم عايشة يعني على البساطة. رمضان احنا نرحب به في مدينة الفلوج، يعني رمضان عندنا حلو، رمضان اجواء حلو، بس تبقى يعني عندنا عوائل شوية امورها تعبانة، ما عندها يعني هسه من يجي رمضان ما يقدر يعني مثلا يشتري غذائية، ما يقدر يجهز الرمضان. شهر رمضان هذه المرة يطرق أبواب الصائمين في الفلوجة على غير عادته، بالرغم من انتهاء العمليات العسكرية في الفلوجة منذ نحو عامين، إلا أن أهالي المدينة ما زالوا يعانون من أثارها المستمرة، آخرها انعدام فرص العمل والشلل في حياتها الاقتصادية. والله نتمنى بس شوية بالدولة شوية ترخى علينا الحبل، هاي ضغط علينا شوية، احنا كنا كاسبين هالعرباين وهالبسطة، واللي عنده عربان صغير هو يجيب له قطعتين حاجة يبيعها وياخذها لاهله يفطر بيها هو وجهاله وعياله، لا اكثر ولا اقل. هم ضاغطين علينا، لا نقدر نفتح، لا نقدر نبيع، لا نقدر هاي. انا يومي جاي اجيب لي 4 ليالي 5 بطيخ، اطلع لي بهن 10,000 دينار. اخذ لهم روح لهن، لو اخذ لهم لحمه، لو اخذ لهم بوتيتايه، افطر بيها وثيم الله. ويؤكد سكان الفلوجه ان الكثير من التقاليد الرمضانيه تقلصت في الاعوام الاخيره جراء الظروف الامنيه غير الطبيعيه وبطء الحركه الاقتصاديه والاعمال لسكان المدينة.